نيجي بقى دلوقتي مخلل البصل. كانوا زمان مثلا عندهم شوالة بصل ولا نص شوالة بصل، يستعملوا البصل الكبير ويتبقى الصغنن، وتلاقي في الأسواق الشعبية البصل الصغير ده بأقل سعر. تروح سوبر ماركت كبير تلاقي البصل الصغير ده بقى اعلى سعر، سبحان الله تفهمش ليه، بس هو كده بالظبط. البصل الصغنونه دي البصل الصغنونه دي في الاسواق الشعبيه رخيصه جدا، في محلات السوبر ماركت الكبير بتلاقيها لا غاليه صراحه، بتبقى نوعها مش عارفه ليه بيحسبوها غالي يعني، انما بينقضوا من الشواله الصغنن ده ويبداوا يخلوه للمخلل او البصل القورمة يعني الطبخه او اي حاجه بالشكل ده. بصوا قد ايه البصلايه اهي اهي بصلايه صاحيه تمام. مش بص البصلايه قد ايه دي، حلو جدا جدا للمخلل. انا عشان تشوفها مستوى دي بقى بتاعت المخلل صراحه يعني حلوه قوي قوي قوي. بجاوب بقى زي ما هي، ايوه دي في السوق موجوده عند بتاع البصل والثوم والخضار ده كله، بينقض ويذهب ويبيع الصغار ده بسعر قليل قوي في الماركتات الكبيره، بقول لكم غالي يتباع لانه حاجه مميزه يعني سبحان الله. بتعمل ازاي بقى؟ بجيب البصل ده كده، هنجيب بطرمان تمام، ونحط فيه ملح. لو انا مثلا عندي كيلو بصل او مثلا لو 2 كيلو بصل يبقى كوبايه ملح، كوبايه ملح 2 كيلو البصل كوبايه ملح، كوبايه خل، ماشي، ونكمل ميه، بنكمل ميه لغايه ما يتغطى. انا هعمله هنا بس هحط لكم البطرمان بعد شويه. جيب بس بطرمان دلوقتي واحط فيه. في اي بطرمان عندك كبير هتروحي حاطه الايه، تدوبي كوبايه ملح مع كوبايه خل مع ميه بقى حسب ما يغطي البصل، زي ما هو البصل بقشره كده، واروح حاطاه بس 2 كيلو 2 كيلو للايه، لكوبايه الملح. ده كده هيتخلل باسمعوني بس، خلاص سيبناه بقشره كده. هسيبوه حوالي اسبوع 8 ايام 10 ايام، قولي 10 ايام بتسيبوه زي عامة هو هيتساب كده على طول. انا هطلع منه الحبه اللي هستعملهم بس، ماشي. فانا بسيبه في البطرمان كده بيقعد فترات شهور مش بيحصل له حاجه، بسيبه كده. اجي بقى انا عايزه اعمل حبه، بتعملي بطرمان صغير بطرمان صغير، ما تعمليش كتير، تروحي واخده جزء منه ومقشراه بالشكل ده اهو، بالشكل ده نقشره كده، نقشر القشر اللي بره، خلاص قشرته كده. ابدا بقى ده اخلله بقى، انا كان عندي هنا ده بقشره كده بالايه، بالملح والخل وميه، وبسيبه كده قد زي ما يتساب. كل ما اعوز شويه اروح مطلعاهم وقشراهم بالشكل ده تمام. ايه الخلطه بقى اللي هعملها لهم علشان انزله فيه اخلله بقى اكله متخلل وليه طعم حلو زي اللي بشتريه من بره؟ بروح جايبه بقى ملح، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص احنا الملح ده خلصنا منه مالناش دعوه بيه، هنا ملح قليل عشان التخليل مش كتير بقى، يعني مثلا هعمل قولي 3 معالق ملح كده، مش كتير بقى كده كده هو متملح، 3 معالق ملح، وبرضو هحط لها قولي كده ربع كوبايه خل، ربع كوبايه عصير ليمون، ربع كوبايه هريسه شطه تدي لونها حلو قوي مع البصل، واحط ميه، اي بصل احمر ابيض اي حاجه، طبعا احمر بيبقى احسن بس لو مفيش وفي ابيض مش مشكله، ماشي. احط هريسه شطه بقى فيها كده، بكملها ميه، يعني ممكن تكون ده في حاجه وسط خالص ما فيش، وعزم الحنفيه على طول ما فيش مشكله. وبعد كده اخده كده هيقعد له هنا كمان يومين ثلاثه في الميه اللي فيها الهريسه والملح والخل وشويه الايه، هريسه الشطه.